اختتمت الورشة التدريبية لأعضاء اللجنة القومية للعوائق الفنية أمام التجارة ضمن برنامج المنحة اليابانية للسودان. وأوضح المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الدكتور عوض سكراب أن هذه الورشة أقيمت بتمويل من اليابان للمساعدة في انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حاثا على تكثيف الجهود من القطاعين العام والخاص لتكملة مطلوبات الانضمام للمنظمة، مما يؤثر إيجابا في فئات المجتمع السوداني كافة. من جانبه قال الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية دكتور ياسين عيسى محمد إن الورشة تأتي في إطار تهيئة البيئة الداخلية لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث أن السودان مطالب بإعداد قوانين ولوائح قومية ضمن مطلوبات منظمة التجارة العالمية بما يتطلب السعي الجاد للانضمام للمنظمة، مبينا أن السودان في مراحل متقدمة في خطوات الانضمام، مطالبا بتكثيف الجهود والالتزام باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية للانضمام للمنظمة. على صعيد آخر، قدم الخبير جورج ويدي ورقة تدريبية لأعضاء اللجنة الوطنية بالعوائق الفنية أمام التجارة بشأن إحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالحواجز الفنية أمام التجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية والتصديق النهائي على صلاحيات اللجنة وإعمال الشفافية في الاتفاقيتين، كما تم عقد الاجتماع الأول للجنة بحضور الخبير المراقب. وللتعليق حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الخرطوم مسؤولة نقطة العوائق الفنية بالمواصفات والمقاييس سهير محمد الحسن. مرحبا سهير، مساء الخير. وعليكم السلام، مرحبا بك، حياك الله. يعني ما هي أهمية الورشة في إيجاد حلول للعوائق الفنية أمام السودان للانضمام لمنظمة التجارة؟ حينما نتكلم عن انضمام السودان في هذه المرحلة لمنظمة التجارة العالمية، لا بد من الإشارة للاتفاقيات الملزمة التنفيذ، وهي اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة CBT واتفاقية الصحة والصحة النباتية SPA. ومن أهم البنود الملزمة التنفيذ هي الشفافية وموائمة القوانين. الشفافية بتنطوي تحت شفافية في إعلان عن السياسات المرتبطة بالتجارة وفي مجال CBT، وإعلان القوانين في كل مراحلها، مرحلة الإعداد ومرحلة الإعلان النهائي للقانون بعد الإمضاء، والقرارات التي تؤثر على مسار التجارة إن كانت تجارة داخلية أم تجارة خارجية. نعم سيدة سهير، يعني كيف تنظرين إلى التعاون مع المنظمة اليابانية في التوصل لحلول لهذه القضية؟ والله كان الدور المنحة اليابانية دور أساسي جدا في إنفاذ هذه البنود التي تحدثت عنها، اللي هي الشفافية ومواعمة القوانين. فقد بدأنا في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في إعداد نقطة الاستفسار للحواجز الفنية منذ يناير عام 2018 بكوادر سودانية بحتة، وتم التقييم والمراجعة بواسطة الخبير WTO الخبير اليوغندي جورج في أكتوبر عام 2018، وكان له دور فاعل في تحديد الفجوات التي وجدت في هذه النقطة، وتم إغلاق هذه الفجوات حسب المؤشرات الاتفاقية CBT وحسب الإطار العام الموضوع الملزم، حتى يتم نشر كل قوانين الجهاز تسهيل التجارة ضمن إطار تسهيل التجارة وحل الإشكاليات بالنسبة للتجارة الخارجية والانضمام للمنظمة بإذن الله. نعم. وقد تم تفضلي. نعم. في هذه المرحلة اللي هي مرحلة أخيرة اليوم بحمد الله الاستلام النهائي لنقطة العوائق الفنية، وتم التشغيل، وهي مرحلة نعتبرها مرحلة تغيير كامل شامل للشفافية في هذه المرحلة، وهي مرحلة تسبق الانضمام تماما لمنظمة التجارة العالمية.
بإذن الله. نعم، نتمنى لكم التوفيق. أشكرك جزيلا الأستاذ سهير محمد الحسن، مسؤولة نقطة العوائق الفنية بالمواصفات والمقاييس.